هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدول على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. حدث عالمي مهيب، حدث عالمي مهيب، وكالات الأنباء تاء ثاء ياء كلها اجتمعت لنقل الحدث. كلهم 5 أقمار صناعية و22 مسبار فضائي و17 دباب مكشوف و4 شاصات بغير أرقام تم تفريغها بس لتغطية الحدث. أيوة، حدث ما حصلش في التاريخ، حدث ما حصلش في التاريخ إلا مرتين يوم السبت. سقيتوا أنفسكم ورقيتوها والدنيا عوافي. إيش يعني اجتمعوا 200,000 في ميدان 70 اللي لا يتسع إلا 70,000، واللي راحوا مساكين على 70 منتظرين مصروف قالوا لهم لجنة الصرف بتتواجد العصر في الروضة، وراحوا الروضة بعد العصر. معجزة إنكم مليتوا شارع لمدة ساعة الصبح وساعة بعد الظهر، آية كونية مثلاً. دخلتم موسوعة جينيس لأكبر تجمع باع مثلاً. إيش فيه الناس في 15 ساحة بقيوا سنة، ثورة بهدة وندة بفراشة ومخدة، ليلة بنهارها ولا عملوا مثلكم صقة ورقة يا أبو ساعتين. وفايقة تلبس ميري وعاملة نفسها كذا الجنرال موتو قمري. والله ما انتو قمري خالص، سلامات يا فايقة. يتابعها فواهبي في الفيسبوك 14 مليون، وأحلام على تويتر 12 مليون، أما شاكيرا عد وغلط. المهمة وبعد ما افتشخوا البعاء مشاوير بين 70 والروضة نزلت زعيم البيضة، نقول الحمد لله على السلامة. مبارك ما جاكم، عقبال ما تفقص البيضة ونشوف. وثاني يوم الاحتشاد قلنا يا لطيف بتوزعوا على جبهات الحدود والجبال والسهول والهضاب، وهبا الحواضر يروحوا يسلموا الأسرة الحبة بعشرة. هذا وهم صامتين، كيف لو كانوا مش صامتوش؟ عورتوا العدوان كذا دلدل عليه معقول. أول السنة الربوعة وآخرها السموتة. قال لك احتشدوا يرهبوا العطوان. على قولة المدير الخبازة تعرفك المتغدي. أيوش ولا أنا الذي يعتمد على أولئك المتابعين من الصحفيين والإعلاميين والمحللين والمكبرين. أكيد مرتاحين بعد أخبار الصفراء والتقدم في عدة أماكن، وما مع المشولحين إلا التعب. أصحاب السبت سخطهم الله بساعتهم، قاب قوف في ميدي والقوف والصفراء ومدريش فين، رقعوا يهمسوا ويكبسوا رجولهم يومين وين مساكين مشوار من 70 للروضة. وبقية الأسبوع يربطوا رؤوسهم من بقية الأخبار، خاصة أنا السفينة اللي زقروها الفرنسيين الطواعش المليانة فستق إيراني. طربة غزوكا شهر من قرية للثانية حول صنعاء يجمع الخلق ويزاغف الرزام أبو ألف. مش مشكلة، هنا الناس تعبانين، اجتمعوا الناس ونكع المخلوع من قبل الوفايقة شات وأخواتها للمنصة. خد لك نظرة وصلي على النبي 5 دقائق وزيد بين البلطوهات، وداويني بالتي كانت هي الداء. أهرب من مريم من قم فايقة، لا يفل الحديد إلا الحديد، محرم كامل الدسام. We'll be right back.
سمعتوا الغطرفة؟ أكيد سمعتوني. هذه غطرفة فايقة، هذه وطلع يقول الكلمتين الخايبتين ويحرض على الإعلاميين والصحفيين. المخلوع والسخوة ذولا يندعسوا من أي مكان ويرجعوا باتجاه الإعلاميين. قال الذين يعملون مقابل المال. طيب وين المشكلة؟ المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ أنت كنت تشتغل 33 سنة رئيس جمهورية، مقابل إيش مثلاً؟ مقابل إيش؟ يعطونك بيض الصباح مثلاً؟ وتقاتل اليوم عشان إيش؟ مش عشان تنفذ بجلدك مع اللي لهطه وتهاجم مجلس الأمن اللي جمد الأرصدة في جزر مدري فين وشركات مش عارف إيش. وبعدين فين المال هذا اللي مع الإعلاميين؟ ها؟ حتى مرتباتهم موقفينها من أول الانقلاب سنة ونص، وفي الأخير يفصلوا دفعة واحدة 38 صحفي؟ 38 صحفي، ويطلع أولهم الأستاذ ياسين التميمي مع إنه اسمه يبدأ بحرف الياء. طيب حطوا أحمد الزرقة الأول ألف وما شاء الله على حلاوة، حطوا بشير الثاني، بشير يستاهل يعقدنا بأناقته كل يوم كرفته وفراشات وأمور ومسائل. أفصلوه بس أبجدياً هو ثاني. حمدان الرحبي، عبد السلام محمد، غمضان اليوسفي، هوبا تبدأوا من حرف الياء. المهم الصحفيين يشتغلون من أجل المال، خونة خونة. المفروض الناس يشتغلوا زي الور ركن فايقة. ها هي هي تمام، هي ذا النموذج المشرف عند المخلوع. المشرف المشرف واحد. لكن هذا الشعب لا يموت ولا يقهر. نحن سنأكل من خبز بلادنا. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، من خبز الوطن حتى لو ما فيش غاز إلا بالسوق السوداء والدبة 6000. المهم خبز وطني. نقتسم الموقف ونقتسم الخبز. نقتسم الخبز. خبز 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 خبز. الله يا رب يخرج لنا واحد مسحب أقفاش كذا يجيب فاصوليا يتكلم عن الفاصوليا ونكون ناكل خبز فاصوليا عادي. أتعلموا يا صحفيين، اقتصروا الخبز هو الأهم. ليش المال؟ ليش عشان تشتروا خبز؟ اقتصبوا خبز طوالي بدل ما تزوبعوا. أتعلموا. طول عمرها ما شاء الله ما شاء الله لابس الشال الفلسطيني وتناضل عشان الخبز، وعندي شهود، أنا ما افتريش على حد. جلسي بس يلا، أحترمي الوقت يا فايقة. بس يا ذكرت المخبازة أفايقة، ذكرت المخبازة. المهم يا جنرال فايقة، قلتي لي غير الخبز رحت 70، ليش؟ في شيء ثاني تختصميه؟ تحل علينا الذكرى أليمة. ليلة ما يعني هزوا وضربوا مضاجعنا. مضاجعنا مضاجعنا. الله يسامحك يا تحالف، الله يسامحك. ما لقيتش إلا الجنرال مونت خمري تهز الـ، ليش؟ شوف أي مضاجع ثانية أخاف. هذه 60 سنة والخبز ما وقفش، بتعمل كارثة بهي. نصيحة مني، خليك على عطان، خليك على عطان ارحم. الفندم فايقة عقاب إلهي للمخلوق. عفاش العظيم، عفاش وأولاده وأبنائه. تمام تمام، الله لا بارك لهم في مخبازة. لو أنا منه لا أخليك في 70 هناك في ساح وبراح. دفاعا عن صنعاء في 67 أمام لكسر الحصار وصد والحد دون توسع عملاء الرياض في السابق أعداء ثورة سبتمبر. إيش قصدك بالضبط يا فندم؟ إيش قصدك بعملاء الرياض الأولين؟ ومين أعداء ثورة سبتمبر زمان؟ وليش بتلمحي؟ مين قصدك يا فايقة مين؟ أكون ممكن تشتد دبي الوطنية إلى درجة الحماقة. ممكن أكون حمقى. أكون حمقى. أكون حمقى. ممكن بس ده ممكن جدا وممكن دائما. أيوة كذا تلافي روحك كما المتبردقين ذي الأيام يصافطوا شو فايقة، أصبحوا يوصلوا بصنحان مباشرة. أخلع الجاكي قصدي الجاكيت وصلي على النبي وآله ملان الروضة. فاصل ونعود، اصمتوا معنا.
أوقاتكم. إذا كان المخلوع ظهر كذا قليل، خذ لك نظرة وتعال بكرة على 70. أصحاب الروضة اكتفوا بالريحة. يا قاهرة شرع اللي نسيوها الناس، مش هكا. ما فيش قائد انقلاب منازل، ما فيش قائد انقلاب بالانتساب. أعمل واقي شمس ومراهم واظهر بين أصحابك زي المخلوع على الأقل 5 دقائق حتى، وبيغطرفوا لك الناس. عموما الشخوة طلع بأقصر خطاب وبرضو ممل. هانت، كانت هدرته 1.5 ساعة، الآن 45 دقيقة من الهراء. تعودنا بالبرنامج كذا، نمسك الهدرة ونشيل أول 1.25 ساعة من الكلام الفارغ. حق هذا وماذا ومظلومية وآله ومش آله، ونخش في الموضوع. ولأنه هذا الخطاب قصير نسبيا، قلنا نعطيه فرصة ونشوف. اللجان الشعبية وغيرها الذين بادروا إلى ميادين القتال، إلى ميادين الشرف وميادين البطولة بكل وفاء وصدق وثبات واستبسال وصبر وتضحية. أضحك على الخضعان ودهده الخرفان. يا رجال استحي، يا رجال استحي، قود المقابر تشتكي الضيق. آخر دفعة قلعوا القاس بالمدرجات حق رازح وغرسوا متفرتقين. طيب تحييهم وانت فينك، انت واخوانك فينك؟ فينك كلكم في الظلام والبرود؟ قد يداتك ارطب من يدات نانسي، مو تعمال. ما تشتوش صبر وتضحية وشرف ورجولة يعني؟ وكذلك القبائل الحرة والقبائل العزيزة الوفية التي حافظت على مواقفها منطلقة من رصيدها عبر التاريخ. زبيب بني حشيش وشبابها انكلتهم، والآن بني مطر وأخواتها أرزاق. قوة الصاروخية حيث كانت يدا قوية طويلة لحقت بالأعداء حيث كانوا في مناطق متعددة. الصاروخية صواريخ أبو سوامة وعابرة الحارات غيره. كما كان للجبهة الإعلامية الموقف أيضا المتميز بالرغم من ضعف الإمكانات ومحدودية القدرات. خريط سامة ساري وعابد المهدري، يا عيني على جبهة نايمتكم في العسل لما قد حمران العيون بأرحاب وحرف سفيان وحقة. بس ليش كسرت في خاطر المكالف؟ وين جبهة الثقافة؟ وين ابتهج يا موت وناقدات الزوامل وملفلفات محصول صندوق التراث؟ لا 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 لا، ما لكش حق. المهم ايش الخبر؟ شوف خدك في الدقيقة 22، فين المفيد؟ أما على مستوى محيطنا العربي والإسلامي وعلى القضية المركزية للأمة فلسطين والمسجد الأقصى والمقدسات، فكان لهذا العدوان أيضا أضراره. أيوة أهم حاجة القضية المركزية فلسطين اللي محتلينها أصحاب تعز، صح؟ هات ربنا ينور عليك بنور ما يقدر يطفوك. أسوأ من كل ذلك وأخطر تعزيز الحضور الإسرائيلي والنفوذ الإسرائيلي من خلال التطبيع والتحالفات معه وإدخاله كعنصر فاعل ضمن قضايا المنطقة. إدخال العنصر الإسرائيلي، ها؟ إدخال العنصر الإسرائيلي ولا إخراجهم من المطار صنعاء؟ خلينا نشوف قصة العنصر الإسرائيلي من وسط القدس. ركز معي لو سمحت يا شخوة، ركز. على بساط الحوثي وصالح طار 19 يهوديا يمنيا لإسرائيل، وعلى البساط نفسه ركب نتنياهو وحكومته المأزومة دوليا ليقدم لشعبه انتصارا في صفقة سرية ومعقدة، ولتعويض الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن حالة التخبط والقلق الوجودي الذي تعيشه. فراس لطفي، سكاي نيوز، القدس الغربية. الموز لإسرائيل والرحلة لليهود، مقابل إيش هذا التعاون وهذه الخدمات يا ليد؟ أنا بقول لك وكذا بالمكشوف، مقابل حركة شاذة في المنظمات الدولية تقدم إسرائيل تقارير عورة ترصد الأمور باتجاه واحد وفرق تنزل بس للصعدة. أما تعز وعدن والبيضة والضالع دي ما لهاش في الدولي، ما عاد في بش يهود أصلا ينباعوا لإسرائيل.
عشان بس تعرفوا الاتجاه. والاتجاه هذا الاتجاه لتعزيز التعاون، لاعتماد آليات عملية وفعالة للعمل المشترك. فنحن أقوياء. آليات في العمل المشترك والتبتس في الحدود. روح يا حبوب شوف لك آليات وحدك، ما حد قال لك تزرع الغام وترجع تلقط وتشغل خلق الله معاك. زراعة قلعة تهنجب وبعدين تدور لك المفارع الضعيف. قلت كنا في موفنبيك، قلت إلا تدردحوا بالكرة الأرضية من مسقط لا جنيف لا الكويت، دوختوا بنحنا لا عيلي باقي لك سامحني أخرتك. والقبائل تصرف وتهرهر والسوق السوداء من شيخ ثاني وصفرة مباركة. الو سمعنا عم الحاج. الو اهلا اهلا، من معي؟ برنامج ولا نفس معايا يا سيدي. اسمه ولا نقص ولا نقص ولا ايه ريس ولا حاجه يا اخي. اتفضل من معي؟ معك سيف الدين من قبرص. اهلا اهلا، مكاننا. ومالك كده قالب لي مصري يا حاج؟ ايه جرى يا عم الحاج، يخليك معايا كده، مصر ايه وما مصراش، يخرب بيتك اكتر ما هو مخروب. انا الحق عليا ان اتصلت بيك دونا عن برامج الدنيا بحالها عشان افضفض واطلع اللي جوايا. اها من قبرص؟ لا تكون انت الاهبل اللي خطف الطايره. ايه 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 اهبل، ربنا يسامحك يا سيدي، انا اللي بقول عليك متعلم ومتنور، تيجي في الاخر تتكلم في الكلام العبيط ده وتقول لي ان انا اهبل. طب انا يا عم كنت عايز اقول لك على حاله عاطفيه ورومانسيه مستعصيه على الاخر. طيب اسمع اسمع، ايش اسمك قلت لي وبعدين نجي للرومانسيه. يوه هو احنا اللي هنعيد ونزيده؟ قلت لك سيف الدين. ما تزقش هي دي، كمل بس. ما فيش في العائله بدر الدين، شرف الدين، لغمه الدين. انت شكلك هتتعبني معاك. لا قلت لك سيف الدين وبس. الحمد لله، يبقى يعني مش وراثه. ايوه اتفضل قل لي، اصنف لك كده تقوم تعمل العمله دي كلها. ايه 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 لا 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 ما فهمتش اي حاجه. عيد يعني ايه دوافعك عشان تعمل المصيبه دي اللي عملتها؟ دوافعي؟ اه يا سيدي، دوافعي عاطفيه رومانسيه على الاخر. رومانسيه؟ سي حقنا بالضبط، بدات رومانسيه وتخفيض الجرعه واعتصامات سلميه مسلحه يفتشوا العسكر حتى بكل رومانسية ومناورات على الحدود وانتهت بتخفيض عدد السكان وزيادة المقابر. لا يا سيدي انا كانت العملية مقشفرة معايا وعلى الحديدة على الاخر، وكنت عايز اروح لحبيبتي ومعيش اي حاجة، قلت اعمل الحركة دي عشان اطلع فيزا القبرص واخلص. فيزا القبرص؟ حتى هو كان يشتي يدخل الحك ده بدون فيزا وبندق، كان يشتي يدخل الحك ودخل مبندق وانت كنت مسلح. بس قالوا معك حزام ناصر، صلي على النبي. لا يا عم مسلح ايه وحزام ايه، ده هو كان حزام في شكل كده كده وكده، يعني قطن وكلام من ده كده وكده. اها يعني حزام ناشف مش ناسف، برضو زي صاحبك بالضبط، ودى صواريخ تسقط في الحافة الثانية وعمل نفسه عنتر ومناورات على الحدود وخر وفسح وهي عوافي، وبعدين في النهار ما نبالي ومن مغرب حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم اسمع، كيف امورك؟ ايش حصلت من ده كله؟ ما فيش يا سيدي، انا كنت عايز اظبط اموري بس اتورطت ولبست في الحيط زي ما انت شايف. لا 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 صاحبك هنا مالوش هي، ايش اللي وقع له سوق سوداء ومروط النسوان والذهب ولفلف على القبائل المحصول، وانت ايش ما قلبتش حد كده من ركاب الطياره؟ لا يعني مش كتير قوي، هو يا دوبك 5 جنيه على السيلفي وكده بقلب عيشي، بس انا حاليا عايز اوضح الورطه السوداء اللي انا فيها دي، انصحني ابوس ايديك. انا بنصحك ولا يهمك، ما دام انك جيت لعندي انا بنصحك. شوف نصيحتي يا سيدي، حاول تعمل لك حجد وتطالب بمفاوضات وكذا جنيف ويل والكويت، اتلحلح دور لك ولد شيخ ولا سرحة القيم. اسمع ان جيت يا زكريا. مساء الخير يا كرم، وانت ما قصرت قد عثات الجماعة حقهم
ونحن بنرحبكم في فقرة تردد حضرمي من برنامج ولا نخس. أكيد اشتقتوا لنا احنا صح؟ يلا نبدأ. تعال 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 بقول لك شغلة. انت دحين يعني صاحي كده عادي بعقلك وامورك طيبة، يعني تحط راسك براس السعودية؟ اوه يا قوم والله دي يسمع الكلام. بعدين طاير الا سمعت هذاك الساعة وفحطت من الساحة. انت داري ده مريم المنصوري قد رهفت صحابك وبتخلي وبتدمرك انت واللي معك، وبعدين بتخليك والعاد تقول ولا نخس. المخلوع. تعال 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 بقول لك شغلة. انت دحين يعني صاحي كده عادي بعقلك وامورك طيبة، يعني تحط راسك براس السعودية؟ اوه يا قوم والله دي يسمع الكلام. بعدين طاير الا سمعت هذاك الساعة وفحطت من الساحة. انت داري ده مريم المنصوري قد رهفت صحابك وبتخلي وبتدمرك انت واللي معك، وبعدين بتخليك والعاد تقول ولا نخس. بنخلي موضوع الساحة على جنب، بنجيل موضوع اهم منه. لما نرتفع الدولار في الايام الماضية ارتفعت المواد الغذائية، وكان عذرهم انه الدولار ارتفع. الان الدولار انخفض، بس المشكلة البضاعة هي وهي مكدسة يرفعونها. الان انخفض الدولار، يعني وين التجار؟ انتوا ولا عيال البلاد؟ يعني ليه جالسين تظلمونا احنا؟ وين العلماء والمشايخ عشان يوجهون في الموضوع ده؟ الموضوع اللي بعد ابغى انا بتكلم فيه يا جماعة، الكهرباء في وادي حضرموت رجعت عصيد في عصيد. يا جماعة قدوا حرم عاد يحتاج، المفروض الحكومة تدفع للتجار فلوسهم عشان تمشي الكهرباء. قدكم لنتوا قادرين توفرون كهرباء كم الناس، خلوا نحن من السهسه الزايده. قالوا انه في اليومين ده سووا لها حل، نحن بنشوف وايه يحصل. المشكله بعدين لا تزعلون لو تكلمنا عليكم ولا تلومون نحن. بعدين لا تكلمنا عليكم بنقول لكم ولا نخس.